بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. كلام الله عز وجل كلام عظيم، القرآن كله خير وكله بركة. الإكثار من قراءة القرآن أمر مقصود في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي نعلمه جميعا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. الأكثر من القراءة أمر مهم. النووي رحمه الله يقول إن غالب فعل السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يختمون القرآن كاملا في كل أسبوع، ما ليس في رمضان، في كل السنة، كل أسبوع يختمون القرآن قراءة، بمعنى يقرأوا يختمون القرآن في الشهر الواحد 4 مرات. ولذلك كان العلماء يهتمون بأكثر من القراءة. أما في الأوقات الفاضلة كرمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة فكانوا يزيدون في القراءة، بل كان بعضهم يختم في كل يوم ختمة. وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في كل يوم ختمتين. قد يقول قال: كيف نختم باليوم ختمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، يعني أقل من 3 لا لم يفقه. نعم، هذا حديث صحيح. أجاب عن ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القيم لطائف المعارف، يقول: هذا الحديث في غير الأوقات الفاضلة، في الأيام العادية طول السنة نعم لا تقرأ القرآن في أقل من 3، لكن في الأيام الفاضلة فإن مذهب الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم من الأئمة أن الإنسان يكثر من القراءة حتى في رمضان، حتى لو كان في يوم واحد، لكن لا تكون قراءة سريعة جدا غير مفهومة، قراءة الحدر، قراءة السريعة الخفيفة التي يستطيع الإنسان يجمع بين القراءة والتدبر. فالإكثار من القراءة أمر مطلوب أيها الأخوة والأخوات في رمضان، وليس أمرا شاقا وليس أمرا صعبا. ودليل ذلك أن هناك من يختم القرآن في رمضان أكثر من ختمة، بل في اليوم الواحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءة القرآن وتدبره والعمل به، وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل، وخاصة أنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا المقطع الهدف منه هو حث إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات على الإكثار من قراءة القرآن، وخاصة ختم كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الختمة التي كان عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل خليفة المسلمين يداوم عليها في رمضان، فكان يختم في كل يوم ختمة. ومن هذا المنطلق فأننا جربنا ختم كتاب الله عز وجل في هذا البلد في الكويت، وقد نجحنا بفضل الله عز وجل. أنا مع بعض الأخوة من تجربة ختم كتاب الله عز وجل، وتمكننا من ذلك، وقد أخذ معنا الوقت. البعض قطع هذا الوقت في 8 ساعات، والبعض يقطع هذا الوقت في 10 ساعات، وهكذا تتضاعف الحسنات. فإذا أضفنا إلى كل هذا في ليلة القدر، وهو الليلة التي يتضاعف فيها الأجر أكثر من 80,000 ضعف، فيكون عدد الحسنات رقم هائل. حسبته وعددته واجتهد في ذلك، بلغ 250 مليار حسنة. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع، وأن يكون هذا الكلام دافعا لنا جميعا أن نكثر من قراءة القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وسوف أجرب لكم وجها واحدا، وكما تعلمون أن المصحف فيه تقريبا 600 وجه، فأجرب وجها واحدا حتى تعلموا كم الوقت الذي يأخذ هذا الوجه، ونقيس عليه 600 وجه التي هي محتوى كتاب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما أريد في الختام أن أنصح فيه إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات أن يجعلوا لكل فرض من فروض الصلاة الخمسة ساعة قبل الأذان وساعة بعد الأذان فيكون لكل فرض ساعتين، فإذا بلغت الساعات عشر فبهذا بإذن الله عز وجل سوف يتمكنوا من ختم كتاب الله عز وجل في كل يوم ختمه. وجزاكم الله خيراً.